السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة على وحدانية الله عز وجل، إلا أنه للأسف الشديد هناك العديد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله. نعم، تعلق الأتباع بالمتبوعين وبذلوا في سبيل ذلك الأموال والأوقات والأعمال، فلماذا؟ ظن هؤلاء التعساء أنهم بهذه الطريقة يتقربون إلى الله عز وجل، وأن في ذلك الخلاص من النار. فلما ماتوا ثم بعثوا للجزاء والحساب، كانت الطامة الكبرى. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأننا أمام مشهد سينمائي مجسم، حيث نرى الأتباع والمتبوعين، والمتبوعين يتنصرون ويتبرؤون من الأتباع، ثم يحدث تخاصم، ثم حسرة وندم. وفي ذاك الوقت يتمنى الذين اتبعوا شيئا واحد، أتدري ما هو؟ وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. وقال التابعون في حسرة شديدة وندم: يا ليت لنا من عودة إلى الدنيا، فنتبرأ من هؤلاء الرؤساء والمتبوعين كما تبرؤوا منا. هيهات، فات الأمر، وليس هناك وقت للإمهال والإنذار. وكما أراهم الله عز وجل شدة عذابه يوم القيامة، يريهم أيضا أعمالهم الباطلة، فيزدادون ندما وحسرة عليها، وما هم بخارجين من النار. فكل من أشرك بالله مخلد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا. فلنتبرأ جميعا من دعاة الشرك وأهل الضلال والفساد قبل أن يتبرأوا منا في يوم القيامة. ومن أصول الشريعة المعروفة لنا جميعا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل من أطاع سلطانا أو أميرا أو وزيرا أو أي أحد في معصية الله فسيندم ندما شديدا يوم القيامة. وكل واحد في الدنيا يقول: أنا عبد المأمور. سيتبرأ منه المأمور في يوم القيامة ويبقى وحيدا مع حسرته. ولن تكون حسرة واحدة، بل حسرات، حسرة على ما ضيعوا من أعمالهم وأعمالهم وأموالهم واتباعهم لأمثال هؤلاء، وحسرة حين يرون العذاب ويعلمون أنهم ليسوا خارجين من النار أبدا، وحسرة حين يرون الكتاب مسجل فيه كل كبيرة وصغيرة، وحسرة شديدة وندم حين ترفع إليهم الجنة ويرون بيوتهم لو أطاعوا الله. وما هم بخارجين من النار. فكل من أشرك بالله مخلد في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن عذاب المشركين والكافرين لا نهاية له. وما هم بخارجين من النار. وما أدراك ما النار؟ يكفيك أن تعلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. وكما أن للجنة درجات، فإن لجهنم دركات، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العظيم الإخلاص في القول والعمل، والبعد عن الشرك وأهله، والنجاة من النار، والفوز بالفردوس الأعلى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.